حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صلاتين نهى عن الصلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه الى السماء وعن المنابذه وعن الملامسه